تعالى نحن نمانت إن كشي كينو أم بشهر رمضان كب الله بنو ودعو كد عيستي أبونا إبراهيم أبو الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نبي إبراهيم محو أقد عيستي دعو ذاس أنقنا محان أقب الله بنينا دعو ذان بشهر رمضان نعنتو إلهي سي أمدان وحا كمد إنو سي بلو كخيل بدن بلاها كرو bisha ramadaan waa bisha ugu khayrka badan bilaha ilaahay u abuurey waxa ku jira habeenka ugu khayrka badan oo la yiraahdo laylatul qadr qofkii sooma bisha ramadaan iimaanan waxtisaaban dambigiisa dhan waa la dhaafa qofkii qiyaamu istaaga dambigiisa waa la dhaafa qofkii laylatul qadr istaaga dambigiisa waa la dhaafa habeen walba ilaahay dad ayuu naarta ka xoreeyaa ilaahay uu nagu dar dadka naarta ka xoreeyneysid ilaahay uu nawaafaji laylatul qadr إلهي دعدينا أقبل صونكينا إيا صلاة دينا إيا قراءة دينا اللهم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لها إله درتس وجعلها ميل ودنك أتكجوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وما لنتي أجوه الرئيسي بشي رمضان بشي دعذا بشي دنب دافك بشي رحمة سيدا درتيد إن شاء الله تعالى ما لن والبوحان كلو ذاقي دونا دعو aad u qiimo badan ee ka faa'iideyso ku ducayso hana iloolin walaalaha kale inaa la sii wadaagtid khayr allah ku siiye walaalayaal ducadan raba maanta inaan idin la wadaago waa duco kitaabka ilaahay ku qoran suuratul baqara ku jirto waxaa ku ducaysa ducada nabi ibraahim calayhi salaam intaan ducada ku sheegin sidii ku timaaday nabi ibraahim ayaa wiilkiisa Ismaaciil u tagay ayuu wuxuu ku yiri wiilkiigu Ilaahay wuxuu ii amray Kacbada inaan dhiso Ismaaciil wuxuu ku yiri aabihiis yaa abati fa'al ma tu'mar wuxuu Ilaahay ku amray samee kadib wuxuu ku yiri Ilaahay wuxuu ii amray inaad i caawisid saaf'alu yiri aabo waa samayna arrintaas waa baxeen oo waxay bilaabeen Kacbadii inay dhisaan نبي إبراهيم عليه السلام رجح سر ساري نبي إسماعيل عليه السلام رجح قاذا إضابط أبيه سو ديباي مركي لسائين أيجو كعبضة لسائين أي وحي كد عيسنجرين دعاء رب ما أنتين كل وذاقو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إلهي ونجا أقبل وحاربا جسنا كفكرة نبي إبراهيم دعاء أوربا إن عملك أوربا إن لجا أقبل محاوى كعبو لسويا أوحو ليه إلهي نجا أقبل إلهي نجا أقبل سبحان الله أنيجا إي أنيجا هل كين جوغنا وانسونا يوحان أمرينا صونكينا إلا أقبلي لا والله ساس ما أهن شيء كذا الله سبحانه وتعالى مركو كشي كينا يددك ونواناكسا والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة عائشة رضي الله عنها وحيتر يا رسول الله ددكاس ما ددك خمرد عبا يميا إلهي كبقايو مركز ويري لا يا بنت الصديقة شاك رصاص ما أهن دتكاس وادتك صومايو صدقي سنايو صلاة تكنايو أو هدنا بقايا عمل كذا إلا أقبلي واي لا إله إلا الله أني أديها هالكين جوجنا ولا بشهر رمضان ما تواب بالله وحلو هي دعاء المالين كسينا كدعو يستد صونك أسوميسد إلهي ما كأقبل من سبك أقبل ما أكته ما يموغي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم نبي إبراهيم عليه السلام وكعبد لسائي ووحو لي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا الله إلهي ونغا أقبل مغا إلهك بالله يا ربنا فير يا ربي إلهي مغا يسوع ربنا اسماء الله الحسنى تقبل منا إله ونغا أقبل بسمي مي إنك أنت السميع العليم إلهي أذيك وسميعته وحان شيوين وانا مقلوسة حليمتي وحميشا كجراني وأكتعي مداعظا كوغو صومنا هاي أني أذيك وايه
مش استوسس أصوا ما نهاي صدق هذا مركب بحسن هيسي ما ده عادي كاتهاي نسى استوسس كاتهاي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم عمل كسر مركب سمي سنيسي كد عيسو أو إلهي وحى ويديسة إنه كا أقبله وهم شيخ ليرا وعالم ك وهل وهب ابن الورد مركو أقري وقوي مركز أنا محاله إنيسة مركز يري سبحان الله يري أيضا مركو أقري وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل محيدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم عالم كسو أوي مركز أنا محاله إنيسة مركز يري سبحان الله يا خليل الرحمن ترفع قوائم البيت خليل الرحمن نبي واي أبو الأنبياء واي إلهي خليل وكدكتي وحور يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وحادثه يساي قرق رحمن كاي وقرق أني أديك تكنواه مالي والبو وقبلة أجي السنواه قرق سادثه يساي ومع ذلك مشفق وحاك بقي ساي ألا يتقبل عملك ما وحاد كبقي ساي أديك وساسة ميني سيد قرق إلهي دسي سيد بيا ولي كبقي ساي عملك إن لا أقبل واي يا سبحان الله يا سبحان الله إله عمل كينا أقبل إلهي عمل كينا أقبل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم تقبل منا يا ربي إنك أنت السميع العليم عمل كأن سمينا ما دام أناقص يحي سأرهبت أن أسمينين ذنبي أن قرايو معصية أن قلهايو وحال هذا هاي وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إلهيو وكو توبتك يعني توبة ديننا أقبل ربنا تب علينا وإلهو نجا أقبل توبة دينا إنك أنت التواب الرحيم دعاء الله بعدنا في ريم حواي لبن مقعيدنا كسوة دماتي إنك أنت التواب الرحيم مقعيد إلهي محاكمة التواب إيه رحيم تواب إيه رحيم أكمده سبحان الله إلهي وحوي دي سنة توبة عدن وأقبل عمل وناكسن ونبي جينا سو سميه نبي إبراهيم عليه السلام عمل وناكسن وسميه مع ذلك وحوي يري إله إذا أقبل أذيك الصنك آسون تد إلهي موي دي ستا إنو كا أقبله صلاة آتك تد مكوي دي ستا إنو إلهي كا أقبله صدق ذا أب حسني ست مويدي ستا إنو إلهك أقبله قرآن كانت أقرني سيد مويدي ستا إنو إلهك أقبله تراويح تان أما صلاة هنا تكني سيد مويدي ستا إنو إلهك أقبله هذا مويدي سن ولا لو ويدي سوحي ما أنت كدم بيه نبي إبراهيم هدو ويدي سن جل أني هذا الكين جوكنا ولا لي الدو حدان وهلا بدو عقابا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سيد عادل وهاجرت وكسو علينا إن شاء الله أنت كسو علينا وحرى فائدين أنا كسو علماء دعاء فائدين بدنا وشيء تنكوا بعد حريهن وإن كفكرة أهمية القبول عمل كاجا إن لا أقبل وإن كشقيس سيد أجش قيني سا إخلاص أسمي دعنا الراعي إخلاص أسمي دعنا الراعي طلبات وحريهن وحواي آيدا وحن كفى إذا سنينا أدونك إنه ملازم سؤاش إله إنه مركز ويديس إنه عمل جيس أقبله وكو قصبنتي انا ويدي ستد سلف كيهور اللح بلوت رمضان كدي بحيدي إله صونك انا اقبل ايده هجرين فاذا سدحات وحيدهن ينبغي للعبد ان يكون في حال عبادته لربه وعاد وعبادته خائفا وعاداته خائفا الدونك وحالو بهاي مركو إله وحويدي سناي ام اوصمينا انو بقو محوك بقى عمل كاقا ان لا اقبل انت كلمة لكن راجيا اناتهاي إنا رجيسد إنه إلهي سبحانه وتعالى عمل كاجا أقبله تنشر وحاوي ملازمة التواضع قارك إنه حاوي بشر رمضان هدوس وما كبروا كلا بحر جس القرآن وأقرية وو كبري ودعوا سحوس ما لقفك أو قطر سنة ساس سمين ما لا أقبل من سلم ما أقبل ما أجد ولا دعاء ذن بتص خير الله كسي سيعادنا هاجرت وكسي يقولني ندعاء إن شاء الله تعالى رجيسو إيه كنا عمل فل إن شاء الله تعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. إلى سبحانه وتعالى وخوي جسم دمي كين ورافو جنة الله نوكم من فضل كد عيسو ولا لها كلام أسي قد بي وخير الله كسي بخير هنقول بالرمضان على وجراي سي قد بخير كبدي خير الله كسي. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.